بيصل لعنا يعني كثير منهم بيجوا بدون حدا، حتى وثيقة رسمية يدخل فيها ما معه، نعم. إثبات شخصية ما معه. إحنا بنعتمد الآن على تحويل المستشفيات الحكومية تبعت لنا إياها الورقة بالفاكس أو مع السائق مع الأمبولانس، نعم. هذا اعتمادنا الآن. إذا الحكومة اعترفت بهذا الجريح بقى إحنا مفروض نعترف بأصفها. يعني هذه شوفوا قديش إخواني قديش التسهيل عند الدوائر الأمنية وعند الحكومة الأردنية، إنه جاي شخص مش معروف من وين هو انتمائه أي مش معروف عنه أي شيء، فقط هم بيحولوه وبحاولوا ويأخذ حقه كاملا من العلاج. نعم، بهذا التحويل بهاي الورقة أنا بحق لي دخل المستشفى، بحق لي أطلب له دم من بنك الدم. نعم، بقى بياخذ حقه كامل. بقى ما بيجي معهم أبدا ولا حدا. تخيل منهم أطفال يعني 17 سنة، اليوم في عندي طفل عمره 12 سنة اليوم بالمستشفى. 12 سنة. 12 سنة قبل ما أطلع نادولي عم يصيح. ما معه حدا أبدا. يا محمد يا كذا، عم يبكي طفل. وين أم وين وين أمك؟ قال ما سمحوا لها تفوت. أوكي. بقى أنا بناشد من هون يعني الجهات الأمنية والجهات والمسؤولين اللي مسؤولين عن هذا الموضوع بالذات على الشريط الحدودي، وقت بيدخل جريح وبالذات الأطفال، يعني حتى الطفل عندنا 17 سنة هو طفل، نعم يعني ما زال تحت جناح أمه يعني كذا، إنه يدخل معه واحد من ذويه. يعني أنا ما بلومهم إنهم بيمنعوا يدخلوا أعداد كبيرة، ما بدنا العشيرة كلها، لكن يدخل واحد من قرايبه. نعم. يعني اليوم أنا شو بدي أعمل له بصراحة؟ عانقته وقلت له هلأ بيجي حدا، وحكيت مع الفريق الدعم النفسي وجاوبني الطبيب الله يجزيه الخير، قال لي احنا بنمر لعنده. بقى هذا موضوع ما له سهل أبدا. إيش حال مثلا اجتك سيدة هداك اليوم، اجتني عائلة هي وزوجها مصابين، طفل صحيح، هي وزوجها هذه وصلت مستشهدين أولادها الاثنين وحامل بالشهر الثاني. نعم. وزوجها مضروب برقبته. قلت لهم أنا كنت تقول لها أنه مستشهدين أولادها، ما تجيبوا لها سيرة. هذا الحكي وصلوني الساعة شي 6 المساء. ثاني يوم مريت لعندها الصبح على 10 لقيتها عم تبكي، اسمها آلاء، يا آلاء يا حبيبتي كذا، ام قالت لي ماتوا اثنين. ما طلعت هيك باللي حواليها، كيف تقامون احنا على التلفزيون؟ شافت بيحطوا على قناة معينة، قامت قرت. تخيل انت لوين بقى. هذه قد ايه بدها دعم، قد ايه بدها شغل نفسي. نعم. موضوع الدعم النفسي يعني بيوازن تمام انقاذ حياتهم. ما شاء الله، اشكرك جدا. يعني نستأذنك سنخرج لفاصل ثم نعود. فزع. نعود إليكم إخواني في الأردن الحبيب. رغم أن الحديث عن الحالة السورية يدمي القلب ويدمع العين، لكن وجوبية البحث هذا الموضوع وطرقه على الطاولة وتعميمه لكل المجتمع سواء الأردني والعربي والعالمي واجب. هذه مشكلة عظيمة ويواجهها الإخوة في جميع أنحاء المملكة سواء حكوميين. الحكومة الأردنية تواجه معضلة رهيبة وكلفة الفاتورة العلاجية عظيمة جدا، بجانب الكلفة الإغاثية والكلفة التعليمية، ويعني هناك أبواب عديدة جدا من أبواب الإغاثة. لكننا هذه الليلة سنطرح سؤال آخر على ضيفتنا لهذه الحلقة السيدة بدرية شيخ البساتنة فيما يتعلق في التعليم. هل سيدتي التعليم، إخواننا السوريين وأبنائنا كلهم أطفال وغالبيتهم أكثر من 50% منهم 60% كليتهم أطفال، نعم،
شو رأيك، هل بيوصلهم حقهم بالتعليم ولا لا؟ هو فعليا يعني الحكومة ما قصرت بهذا الموضوع ومو مجاملة أبدا، ولكن إحنا عنا مدارسنا يعني هي أعدادها كافية أصلا، مدارسنا قليلة على الطلاب. أيوة على طلابنا وطلاب البلد بقى، هن يعني وضعوا خطة أو حل للموضوع بأنهم وضعوا الدوام المسائي نعم للسوريين. نعم بقى هذا الموضوع حل أزمة كتير كبيرة ومتساهلين، يعني أنا بعرف من اللي حوالي أو في كم عائلة يعني بتابعهم بأنه ما معهم المفوضية، المفروض اللي بده يروح يسجل معهم مفوضية، هو ضبط العدد يعني صحيح يعني لأسباب تانية أخرى. بقى ماشي الحال سجلوهم هلأ ما عطونا موعد، الموعد لسه مطول، المقابلة مطولة، بعدين بتجيبونا الورق. نعم بقى في تسهيل كتير بالأمور. في مدارس ما فيها بعد الظهر، يعني في مدارس هي اصلا صغيره ومناطق نائيه، مثلا قبل يومين اتصلوا معي من جرش بيقولوا انه ما في مسائي. مختار قريه بجرش بيته طابقين او المضافه تبعه اعطاهم طابق نعم وعملها كمدرسه توسع لها 50 طالب صحيح، ومدوها جماعة يعني متبرعين وحطوها وعملوها مدرسه. بقى موضوع التدريس مغطى. يعني النقطه الثانيه اللي بدي اضيفها انه أنا عندي جمعية، أنا نائب رئيس جمعية. نعم. جمعيتي في عندها برنامج اسمه أزكى، شغالين عليه صرنا قريب السنتين ونص يعني قبل الأزمة السورية. هذا بيشتغل على الطالبات اللي يعني على الفتيات واليافعين يعني الصبايا. نعم. بالمدارس المراهقين يعني العمر أيوة اللي أنت بتحسه هذا شوي. نعم. بتحسه أنه يعني بده توجيه بده. نعم. بقى تخيل أنه بيزوروا المدارس الحكومية بتقولهم المديرة طيب والطلاب السوريين ما إلهم دور عندكم بهذا البرنامج؟ قالوا لا إحنا ما عندنا مانع. قالت لهم بس هدول بيداوموا بعد الظهر. نعم. يعني يا ريت تجوا تشوفوهم لانه هن واهاليهم بحاجه لهذا الحكي. بقى يعني هي الغيره من 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 من, من شعبنا، او هي الغيره من هي المديره، وبتمنى الكل يكون مثل حكايتها انه تعالوا ساعدونا. احنا بنواجه هذا الكلام في المدارس العديده. انا صحيح بتكلم في موضوع يعني التعليم، لانه التعليم هو مستقبل يعني ومهم جدا يعني هو يعني ما يروح عليهم هذه الفتره، اهميه الاغاثه العلاجيه وما الى ذلك. نعم. لكن الصحيح يعني من مناهج الدراسه في الاردن اعتقد انها في هناك يعني مغايرة بين الأردن، بين مناهج التعليمية في الأردن وبين المناهج التعليمية في سوريا. وأعني المناهج فيما يتعلق في الحس الوطني والإحساس الوطني وما يعني وعدة. نعم. اللغات الإنجليزية والفرنسية وهذا. وهذا يعني إحنا لمسنا في يعني في العديد من لقاءاتنا مع إخواننا السوريين والعائلات السورية، إنه حتى الطفل مبتهج في يعني المنهاج اللي بيدرسه في الأردن. اللي بيواجهه الطفل السوري والطالب والطالب السوري انه الدراسة تحتاج الى دفاتر، تحتاج الى كتب، تحتاج الى اقراب، ما بيدفعوا رسوم للمدرسة، ما بيدفعوا لحاجة. ومثل ما تفضلتي انه هناك تسهيلات. جهات عديدة متطوعة، هناك ايضا عدة فرق تذهب الى المدارس لإعطاء دورات ترفيهية، دورات تعليمية، دورات تثقيفية، تثقيفية في الحس الوطني. يعني هذا الطفل ما بيعرف أنه يعني ممكن سنة سنتين مثل ما تفضلت له سنتين الآن ممكن ينسى أنه أو بالأحرى أنه خلاص يفكر حاله أنه عايش كيف. فهو يعني إعادة يعني الحس الوطني لهذا الطفل. هناك برامج أيضا بيعطوهم الجمعيات والمؤسسات المختلفة في كل أنحاء المملكة، منها يعني مثل ما تفضلت الإغاثة الإسلامية. نعم. منها سامز، منها كثير كثير العديد كثير بيعطوهم كيف يحافظ على نظافة بيته، كيف يحافظ على نظافة الحي اللي هو موجود فيه، كيف يحافظ على نظافة جسمه، كيف يقي نفسه من الأمراض. يعني إخواننا اللي عايشين في المخيمات هم أعدادهم 150 160 ألف، خلينا نقول 200 ألف، لكن هناك حوالي 800 900 ألف عايشين بين المجتمع المحلي الأردني، وهم منتشرين بين العائلات في كثير من الأحيان. وسكنهم يعني صعب لأنه السكن يعني ضيق والعائلات كثيرة والمصاريف عالية جدا. فإحنا يعني أود سؤالك، هل هناك جهات تعنى بثقافة ترابط الأسرة، يعني الثقافة النفسية التي تجعل الترابط الأسري متواصل معهم؟ في هناك يعني ناس بيشتغلوا على هذا، يعني على مجالات تثقيف الطفل والطفلة والسيد والسيدة بأن هناك يعني لهم وطن وهم عائدون بإذن الله. هي هاي النقطة اللي كنت بدي يعني أطرحها،
بانه في جهات كثيره ومنهم يعني لما كنت انا ماسك الملف من شيء 6 8 اشهر بمكان قبل هذا المكان اللي انا فيه هلا، عملت لهم دوره، كان في عندي ضيف بيجي من خلال مركزي سعودي هو الاخ وهو متطوع، وانه انا شو بدي اخدم هدول الشعب وهدول الناس المتضررين من خلال مهنتي وعملي. بقى كان انه هو انا متطوع اجي اعمل لهم هاي الدورات، فكانت هي الدورات شبه دعم نفسي وشبه بانه يكون هو شعب منتج، يكون فرد منتج، لانه احنا بنقول الازمه ان شاء الله بتنتهي بكره وبيرجعوا لبلادهم، نعم. لكن بدنا نحط بالاعتبار ممكن تطول، صحيح، وهينا صرنا سنين بنقول، سنتين بنقول، شهر وشهرين، وهي صار حنخلص 3 سنين الان، نعم. ما بنعرف انت بتنتهي بقى. هذا انت عم تحكي عن عدد كبير، هلا تجاوزنا المليون وشوي، طبعا انت عم تحكي عن شعب، شعب بكامله اجى استضافك واجى قعد ببيتك، يعني يعني نعم. يعني يعني اقتحم حياتك، نعم. يعني يعني احنا بنحكي هلا كناشطين وغاثيين وبنشتغل بهذا المجال، حياتك الاجتماعيه ما عاد في، ما عادت مثل قبل، حياتك الاسريه ما عادت زي قبل ابدا، صحيح. يعني انا بفوت ضيفي على بيتي مثلا، يعني انا بفوت كل 90 يوم على بيتي، لا انا بفوت كل يوم بالضيفه، يعني بفوت المساء يعني الموضوع ما له سهل ابدا، يعني نعم. يمكن بالكلام ما له سهل بقى، كيف على ارض الواقع كيف بالفعل، نعم. بقى مفروض هذا المجتمع وهذا الشعب يكون منتج يعتمد على نفسه. هي نقطه كثير مهمه انا بحكيها من باب تجربتي من خلال جمعيتي، عندي عائلات اردنيه انا منتسبه لجمعيتي، نعم. وبتابعهم وفي لهم عندي مخصصات معينه شهريه، انا اختصرت هاي المخصصات للنص مشان اعطي للعائله السوريه، طيب عشان. معناتها ما بدنا نبني ضغينه وحقد، نعم. عند المجتمع الاردني الفقير، لانه هناك شريحه، هناك شريحه هائله، في جيوب فقر بالاردن كبيره جدا، وانا بعرف من خلال عملي، صحيح. ما بدنا نبني انه يعني هذا الشعب منين اجانا، هذول الناس منين اجونا، اخذوا حقنا، اخذوا يعني مخصصاتنا، هذا الحكي كثير كثير خطير اذا يعني بيستمر. يجب ان نركز على جيوب الفقر في الاردن، ويجب أن نعتني بإخواننا الأردنيين، نعم. في البادية، في الأغوار، في المخيمات، مع التوزيع يكون للجهتين بأي، صحيح. مكان بده يصير فيه توزيع إغاثة، صحيح. ولا صحيح. لازم يكون الفقراء بهاي المنطقة، أما الأردنيين لازم ياخذوا حقهم. هذه مناشدة اندماج واضحة وصريحة في هذه الأيام لكل من، كل الناشطين في العمل التطوعي والإنساني، الأردنيين بحاجة وبحاجة ماسة أيها الأحبة، كما إخواننا السوريين. أضيف معلش نقطة سمح لي، فضل. يعني المحتاج الأردني عفيف نفس، أنا من تجربتي معهم، نعم. يعني مو ناس بيجيبوا أفولك والسوري الآن اللي جاي كمان عفيف نفس، صحيح. يعني إحنا بدنا نحافظ على هاي العفة. هلأ أنا لا أنكر إنه هذا مجتمع وخليط، صحيح. وبكل العالم في مجتمع خليط، فيه المحترم، فيه عفيف النفس، فيه الشبعان، فيه المتسلق، فيه النصاب، فيه الكاذب، فيه السارق، بكل مجتمعات العالم، صحيح. بهذا الشعب اللي إجانا مليون وشوي فيه كل هاي الشرائح، صحيح. ولكن النسبة البسيطة هي المتسلقة واللي يعني لا مسؤولية نعتبرها، نعم. لكن عفة نفسهم كتير عالية، نعم. وهن شعب اصلا كريم ومضياف وشبعان وبيحب الضيف، ومعروف كان الناس تنزل على سوريا خميس على جمعه مشان بس تشم الهواء وتجيب يعني اكلها وشربها وتجي. يعني في بدي احكي حكايه لاخواننا الاردنيين ولهالشعب المعطاء. زارني قبل فتره عده اطفال وطفله، احنا بنعطيهم برامج تثقيفيه وكذا وشيء، فخليناها ترسم على ورقه، يعني تعبر عن اللي هي جواتها. تعبر شو في عندها. فهي البنت ما رسمت الا غير شجره وتفاحة، شجرة وتفاحة. فأنا بقولها يعني بقولها يعني شو اللي رسمتيه يا عمو؟ قالت لي إحنا في بيتنا كان فيه تفاح، هون لازم نشتري التفاح بفلوس. فهاي الطفلة كان معناته بنت ريف، وكان في عندها بستان وتروح تلقط من هالشجر وتأكل وتنبسط. انحرمت من هذا الموجود لأنه ما في موارد مادية تعطى لها أو لغيرها، حتى أبوها أو كذا وشي يشتري. بدي أنتقل من هذا الموضوع لموضوع آخر ومهم جدا، الرجل السوري، الشاب أو الأب أو الإبن مين ما كان يكون، موضوع العمل والشغل. هذا موضوع طبعا ملف أيضا شائك جدا، شائك. لأنه رب الأسرة بده يشتغل ينتج حتى يدفع لأسرته. والبلد الأردن، يعني الأردن بطبيعتها الآن في ركود اقتصادي، وهناك لا يوجد أعمال، وفي عندنا نسبة بطالة عالية جدا عند الأردنيين. شو انعكاسات تشغيل السوريين على العمالة في الأردن؟ هلأ فيك تحكيها من محورين،